الله هذا البهارات عندهم مرقة ناجي بعد والبطاطس والبصل والثوم والدجاج ها ما شاء الله ذا شو اسمه كسبارة ولا شو اسمه الحشيش مع البقدونس حشيش مع البقدونس شو الحشيش بعد احنا نسميه حشيش اي حلوة كنا ذا ما لا يبقى الخلطة ابو علي وهذا معروف هذه الفليفله معروف وهذا الطوال وهذا وهذا الجدر قله وهذا الجدر وهذا القاز شدم وهذا القاز يا ابو عبد الله حياكم الله حبيبي اي بس قل اقول هذا قل وعد هنا اي والله وعد هنا بصور لك اي حياكم الله هذه الطماطم ابو علي ها شو اسم الولد هذا عبد الله حياك الله ابو عبد الله حبيبي ما ولعنا ذاك بس تولع وقت المسابقه ينقلب هندي بدك ينقلب هندي ايوه اعطى هندي بالي قول له انا مو هندي لا هذا مو بهندي هذا مو بهندي ها الكلام ذا يجيب من عندك كلام ما نعرف لا 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 ما عندك ما عندك ما عنده حكي عطبه علي عطبه علي شو انش اسم الولد انش اسم الولد انا هشام هشام العربي وياك اي زين العربي الولد شو اسمه يوسف حيا الله ابو يوسف الله يخليك الله يعطيك العافيه حياك الله وانت عصام احمد الله الله شو اسم الولد صاحب بصاحب حياك الله بصاحب على راسي يا بعد راسي حبيبي باقي واحد وينه 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 هذا هو هلا بعد هلا بالزين كله ذي طق بطش ورش نبي اسم الولد قبل الولد عبد الرحمن حياك الله يا ابو عبد الرحمن يا بعد يسمونك ابو حمان ابو حمان حياك الله ابو حمان ابو علي لونك تاج الراس انت حيا الله روح البحرين مشارفين عندنا على راسي والله كلهم الله يعطيكم العافيه حياكم الله وهذا ابو عبد الله للصدف حياك الله على راسي يا اجمل من يانا وقبل الله نرجع البحرين أيوة. حبيب القلب يا ابو علي ومعاهم اي عليك اي قلبي شو اخبارك يا ابو علي بشرنا عنك والله طيب اول شيء شكرا لك على رسمك الابتسامه حق الناس هذا اهم شيء يا بعد عمري كلهم ان شاء الله جعل ايامك كلها افراح في افراح يا رب ان شاء الله والله انك تستاهل والله وهم يستاهلون يا بعد عمري حبيب القلب انت والله حبيب القلب الله يسعدك يا رب ان شاء الله فرصه سعيده ان شفناك يا بعد عمري يا ابو علي تسلم تسلم يا حبيب اي عليك يا بعد عمري اخوان احنا البحرين قلت باجي اي عليك اخوان احنا يا ابو علي اخوان ربي يحفظك ان شاء الله يطول بعمرك يا رب ان شاء الله حبيبي سلمك يا حبيب قلبي يا اجمل الصدف حياك الله على راسي يا اجمل من يانا وقبل الله نرجع البحرين أيوة. حبيب القلب يا ابو علي ومعاهم اي عليك اي قلبي شو اخبارك يا ابو علي بشرنا عنك والله طيب اول شيء شكرا لك على رسمك الابتسامه حق الناس هذا اهم شيء يا بعد عمري يسعد الناس كلهم ان شاء الله جعل ايامك كلها افراح في افراح يا رب ان شاء الله والله انك تستاهل والله وهم يستاهلون يا بعد عمري حبيب القلب انت والله حبيب القلب الله يسعدك يا رب ان شاء الله فرصه سعيده ان شفناك يا بعد عمري يا ابو علي تسلم تسلم يا حبيب اي عليك يا بعد عمري اخوان احنا البحرين قلت باجي اي عليك اخوان احنا يا ابو علي اخوان ربي يحفظك ان شاء الله يطول بعمرك يا رب ان شاء الله حبيبي سلمك يا حبيب قلبي طبعا الحين يا جماعه الخير نبتدي مع الطباخ البحريني الشيف داوود والمترجم ماله حبيبي العربي الله يسلمك ممكن تعرفون الناس على المقادير ان شاء الله حي اختار بسم الله الرحمن الرحيم وان شاء الله نهاية مسابقتنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
كتاب ودخان التنور ليزركم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. الأول لكم. يلا حسوية. وش تحميرة الدجاج. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الفوز إن شاء الله. أقول الفوز. ما شاء الله تبارك الله. أعطيني اللاس، أعطيني اللاس. شوف الانتصار وال. لازم اروي الناس شنو صادك. انا نمت اخذت لي قهوه عيني تعلمني شوي، ولكن لازم اروي الناس شنو اللي اثر عليك حق تقطيعه الخيار والطماط بهالسرعه. مساء الخير، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم عندنا مسابقه من الاكله السعوديه واكله بحرينيه، يعني تحدي معاهم. هما بيطبخون المندي واحنا بنطبخ أكلة بحرينية اللي هو المشبوس. نشوف من اللي يفوز، والنتيجة إن شاء الله الليل. شوفوا المكان ما شاء الله. شوفوا شوفوا هاي اليوم الحين أكلة مندي مندي طبخة مندي يعني. طبخة مالته مندي، وهاي التنور. نشوف طباخ البحريني او طباخ السعودي. مندي حساوي ان شاء الله يعجبكم باذن الله مع السنوات الجاية. طبعا احنا عشان ما نعطلكم صبين الماء وزن الملح. طبعا الملح وزناه كله على حسب ميزانه. اوكي نبدا الان. طبعا المندي الحساوي فقط الطماط فقط، بس احنا على اساس المسابقه اضفنا اضافات جميله تزين الطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بوضع الطماط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطماط طبعا كل هذه له اضافات تزين للطبخ. هذا البصل. بسم الله بسم الله. هذا طبعا نسميها في الاقصى ليتنا. زي ما قلنا طبعا المندي الحساوي فقط طماط. المرة الثالثة أقول لكم المندي الحساوي فقط طماط. هذه إضافات تجميلية عشان المسابقة، ونتحدى إخواننا الشيف ما أدري وشو والشيف ما أدري وشو زين من مملكة البحرين ما شاء الله عليهم. طبعا نحط بهارات عدلة يعني نجيب الطبخ. هذا الليمون طبعا، وعندكم طال عمرك هذا الهيل الهيل، وهذا المسمار، وهذا الليمون طبعا نحطه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعطينا اكثر مده. هذا الثنتين طبعا كلنا على حسب رغبه. بعضهم يحط زيت، انا احب اني احط الزبده واحط شحمه واحده داخل. بس عبد الله شايف زبده